أستاذة إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. يا شيخ أنا كنت عايزة أخذ رأي حضرتك في حاجة، هل هي حرام أم حلال؟ اتفضلي يا أستاذة. أنا عندي بنتين، وكنت على أمل يعني من فضل من عند ربنا إن يجي لي ولد. فلما حبلت الحمل الثالث ده فأنا فكرت إنه يطلع ولد، فما طلعش ولد، فزعلت اتخنقت بالعياط. طيب. فهل أنا عامل يعني كده أنا زعلت ربنا مني، بس انا استغفرت وقعدت اقول سامحني يا رب، ده حاجه غلط عملت فيها ولا ايه بالظبط؟ ده انفعال حدث ليكي من غير ارادتك، وان شاء الله سبحانه وتعالى. ماشي، وانا اقول لك اهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا علي، وفي روايه وما حدثت بها انفسه. فاللي حصل لك دوت ده انفعال انت ما كنتيش تقدري تمنعيه، فحصل لك ده، فخلاص انت استغفرت ربنا سبحانه وتعالى ورجعت اليه وقررت بده، وان شاء الله انت دلوقتي جالك بنت ثالثة، انت خلاص كده داخله زي ما بيقولوا كده بالتعريف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان اذا ربنا رزق حد بثلاثة من البنات فاحسن تعليمهن وادبهن كانوا له حجابا من النار. فانت عندك وعد من الله سبحانه وتعالى وعندك بشرى من الله سبحانه وتعالى ان البنات دول المباركات ان شاء الله يكونوا حجابا لك من النار، فاسعدي وافرحي، فخلاص انت خلاص تبتي الى الله واستغفرت ربنا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك ان شاء الله.